ومن اغرب كلام الناس ان بيشهد وبيأكد حقيقة بنات بيت الجني، وده اللي بيسكنه 7 بنات من اجمل بنات الجن. وانا هاني النادي من قناة المدفون، وحلقتنا النهاردة من مصر، من محافظة سوهاج وبالاخص مركز اخميم. فلنبدأ. بين الاثار والدهشة والحقيقة والخيال اتقالت الحكايات حول مغارة بيسموها بيت البنية او بيت ال7 بنات في سوهاج بجنوب مصر. من الخارج بتبان باب مفتوح في بطن الجبل محاط بسور حريب كبير جدا وبداخله مجموعة من الحجرات. ولكن يا صديقي، مين اللي يجرأ اللي على الدخول بس؟ طب ايه الحكاية يا ترى؟ وايه الموجود جوه بطن الجبل؟ من اغرب الحاجات ان اهل البلد كلهم والحكاوي بتاعتهم كلهم مصرين على نفس الكلام. واحكي لكم النهاردة الخلاصة في السريع، ملخص القصة النهاردة. اهل البلد اتكلموا كتير عن المغارة المسكونة، في كتير بيقول انه سمع وكتير بيقول انه شاف. المغارة المذكورة واللي بتسمى بيت البنية واللي العقل ما يصدقهاش، ومنه اللي موجود في عالم الخيال والحكايات، وكلها بتدور ان المغارة بيسكنها 7 من اجمل بنات الجن عاشوا جواها بعيد عن عيون الناس. بداخل المغارة 7 غرف مليانين بالذهب، وتم غلق هذا الغرف بواسطة باب كبير جدا من خارج الجبل. حاولوا ناس كثيرة جدا الدخول الباب اللي على حافة الجبل، ومحدش عارف خالص يوصله ابدا ابدا. ومن اشهر القصص عن المغارة المسحورة، كان في رجل كبير كان بيمشي في منطقة الجبل ديت، وظهرت له فجأة واحدة من البنات الجميلة ديت، وبيقول الراجل انه ما شافش في جمالها لا قبل ولا بعد قبل كده خالص. وبعد كده طلبت منه البنت انه يمشي وراها ويتتبع اثارها لحد ما دخلت في بطن الجبل. فدخل وراها، بعد كده بصت ليه وقالت له انا عايز اطلب منك طلب مهم. ممكن؟ قال لها اتفضلي. قالت له محدش يعرف ابدا اللي انت شفته هنا مهما حصل. قال لها خلاص انا مش هعرف حد اللي حصل هنا ولا هقول لحد. بعد كده اديت له شوال كبير مليان من البصر، وقالت له ان الشوال دوت فيه كنز كبير هتعرفه بعدين. وبعد ما البنت مشيت، فتح الرجل الشوال لقى فيه كمية من البصر كبيرة، فرماها على الارض وخرج من باب المغارة بسرعة. وأول ما خرج الباب اختفى خالص، والراجل مشى على طول لبيته. وهنا كانت الصدمة الكبيرة جدا، إن بعض القشور بتاعة البصل اللي مسكت في هدومه اتحولت لقطعة ذهب كبيرة. الراجل رجع بسرعة للمغارة اللي في الجبل، بس للأسف هنا كانت الصدمة علشان ما لقاش الباب أصلا من البداية وما قدرش يدخله، فهناك مات في لحظتها حزن على الكنز اللي كان بين ايديه ورماه في الارض. القصة انتشرت في سوهاج وعملت خوف كبير جدا ورعب للناس. وبعد كده بقت المغارة مشهورة جدا في سوهاج، وبقت المغارة ضمن الغرائب والخيال والحاجات اللي العقل مش ممكن يصدقها. خاصة في مركز اخميم وشرق المحافظة تقع المغارة الشهيرة بحضن الجبل بمركز اخميم، الجبل الذي يحتويها يبعد على نحو 4 كيلومتر من الصحراء والشرق. وهنا علماء التاريخ بيأكدوا ان المنطقة دي كانت مكسورة لاحد ملوك الاسرة ال18 في مصر الفرعونية، وفي بالقرب من المغارة ديت الرسومات الملحوتة، وبتعود برضو لنفس الفترة الزمنية. ولما ننزل تحت المغارة هتلاقي فيه مقابر بتعود فعلا للعصر اليوناني والروماني. وهنا تظل الحكايات والاقاويل تنتشر بين الاهل القرى في حول المغارة، ومحدش يعرف لحد دلوقتي ان ده المنطقة دي كلها اثرية فعلا، والموضوع بجد بيسكنوا بنات الجن ولا لا، ولا كل ده مجرد خرافة من سمع الخيال البشري والشعبي. ولكن مع مرور الزمن يا صديقي اخذت قوة الحقيقة، وفعلا لحد وقتنا هذا المغارة دي اتقفلت بباب حديد كبير جدا ومحدش بقى بيقدر يخشها، وبقت كمان عليها حراسات من قوات الامن علشان محدش يقرب منها. فالتبقوا بأمان. أشكركم من كل قلبي على دعمكم المستمر، ولو أنت لسه معايا لحد دلوقتي ما تنساش تعمل الصح للفيديو دوت. أنت عارفين تعمله كويس، والحاجة اللي بطلبها منك قبل ما تقفل الفيديو دوت إنك تخلي بالك من نفسك لحد ما أقابلك في حلقة جديدة. وسلام.